في إطار اتفاقية التعاون بين لوياك وكلية بابسن تم إطلاق برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية واللي أقيم للعام الثاني على التوالي، وتعد كلية بابسن من أعرق الكليات في مجال إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. علشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وعن برنامج كن لريادة الأعمال كأحد الأنشطة الجديدة في لوياك، نرحب بأماني المرجان المدربة في برنامج كن، وأيضا عبد الرزاق رزوقي مدرب في برنامج كن. صبحكم الله بالخير. بارك الله بالنور، مشكور. في البداية اسم من حرفين لكن أتوقع أنه لا معاني وايد. معنى كبير أكيد. شنو؟ أفتكر معنى كن أن الشخص أو الطلبة اللي انضموا إلى هذا البرنامج نفسه يقدرون يصيرون اللي يبونه عن طريق ريادة الأعمال نفسها، فعن طريق المهارات اللي يتعلمونها وعن طريق الأشخاص اللي يحتكون فيهم من مجالات مختلفة يصيرون عندهم المهارات اللي تساعدهم يصيرون اللي يبونه في المستقبل، وهم الحين. يعني كن ما تريد. هذا هو يمكن المعنى باختصار، ولكن أكيد الشغل كبير في هذا التجمع أو البرنامج. أماني، بالبداية ودي أتكلم عن دور لوياك في تشجيع الشباب، وشلون فعلا قادرة توجه طاقات الشباب لما هم يحسون لهم ميول فيه ويبدعون. فلوياك أكيد دورهم وايد كبير. أتوقع صعب تلاقين أحد مو سامع بلوياك، أو على الأقل راح مجمع أو زار مكان وشاف طلبته يشتغلون في، فما تقصر يعني من خلال ورشها، برامجها، رحلاتها، توفر كل اللي يحتاجه الشاب عشان يكون اللي يبي هو يكون، عشان يكون ما يريد، يكون ما يريد. طيب بالنسبة حق الدعم اللي يقدمه لوياك لكل من يشارك في هذا البرنامج، أو الدعم اللي تقدمونه أنتم أيضا كمدربين لطلبتكم؟ أفتكر الدعم كنا كمدربين فرضا نعطي من خبرتنا، خلينا نفترض، فكوني يمكن انا تخرجت من كليه بابسن واشتغلت في المجال المالي، فيمكن كان تخصصي اكثر في مساعده الطلبه في المواضيع اللي لها علاقه، خلينا نفترض في اعداد دراسه جدوى، تعليمهم اساسيات فرضا المحاسبه، التسويق وغيرها من الاشياء اللي تساعد الى بدء المشروع نفسه وتطويره، ويشوفون فرضا هل هذا المشروع بيكون ناجح ولا ما راح يكون ناجح. طيب يعني خاصة دراسة الجدوى تعتبر واحدة من أكبر معضلات البداية الخاصة في المشاريع، شلون شايف تجاوب الطلبة معك؟ أنا هذا متوقع أن الموضوع دسم. يعني طبعا كون الطلبة بين أعمار 12 إلى 16 سنة، يمكن لما تيجي تشرح الموضوع أو تشرح المنهج نفسه يكون شوي أصعب، لازم تحاول تبسط الموضوع بنفسه. فلكن يعني لما تيجي تبسط الموضوع وتشرح لهم وتعطيهم مثل ما تقول أمثلة لي هذه المناهج، تصير طريقة فهم المواضيع نفسها أسهل بوايد. لو نتكلم الحين يعني أماني عن برنامج كن، يعني الأعمال الاجتماعية اللي تقومون فيها وتحاولون أن تخلون الطلبة يستفيدون منها، مثل شنو ممكن؟ فهو كانوا مسوين يعني توبكس معينة نركز عليها، فكان عندش الفنون والثقافة، العلوم والتكنولوجيا، البيئة، وحقوق الإنسان. فعلى حسب هالمواضيع الشباب اشتغلوا على مشاريعهم. طيب أنتوا يعني تختارون المواضيع للموسم مثلا، ولا على حسب الأغلبية رايحين وين؟ افتكر هي مواضيع بس لهالفتره اللي هي 5 أسابيع بالصيف كلها، فهي رياده الاعمال وبخصوص المسؤوليه الاجتماعيه، فالسوشيال انتربرينورشيب. فنقوا المواضيع اللي تفضلت فيهم الاخت اماني، وانقسموا الطلبه الى عده مجموعات، وكل مجموعه كانت مسؤوله ان تطلع بفكره لها علاقه فرضا في حقوق الانسان او في الصحة والرياضة أو البيئة أو غيرها. طيب بالنسبة حق الاستفادة اللي يأخذونها الطلبة في هذه الـ5 أسابيع نقول مثلا، شنو حجم الاستفادة؟ هل ممكن أنه هو مثلا من عقب ما يأخذ هذه الدورة ممكن تفكيره يزيد بنسبة مثلا نقول 50% أنه يفتح شركة؟ وإيش كثر التشجيع يكون؟ أكيد، لأن بدينا معاهم من الأساسيات، فشنو أصلا هي الريادة الاجتماعية، شلون نسويها، شلون نشوف المجتمع من حوله، شنو التحديات الموجودة، شنو الحلول اللي ممكن احنا نقدمها مع الرحلات والورش والمحاضرات من الناس المختصين في المجالات المعينه. فبالعكس وايد يتغير، يعني تبدي فيهم من البدايه لين الفكره النهائيه اللي هو تبدي مع المشروع، التخطيط، تفكر بال هذه مجموعه من الصور حق
الأنشطة اللي قمتوا فيها في خلال فترة كون برنامج. طيب لو نبي نتكلم عن ورش العمل الحين، العادة الواحد إذا مثلا في ورشة عمل ما يروح إلا اللي راغب فيها، شلون حاولتوا ترغبونهم في ورش العمل؟ هي ما كانت يمكن ورش عمل بذات حدها، كانت أكثر يمكن كانوا يأتون بأشخاص من مجالات مختلفة ويعلمونهم المهارات الأساسية. يعني خلينا نفترض كل واحد من خلفية مختلفة، يا أحد فرضا من القطاع المصرفي، ولا أي أحد من شخص أسس مشروع نفسه يتكلم عن تحديات المشروع، يا أحد عنده شغف لرياضة معينة وكيف تحدى هذه المصاعب اللي واجهته في ممارسة هذا الرياضة، لتعليمهم شنو أو تغريس مثل ما تقول الـ القيم اللي بتساعده ينجح في مشروع إذا فرضا وقف أو واجه بعض التحديات وغيره. بس بنفس الوقت اللي لما كنا بالكلاس معاهم نشرح لهم المنهج، هم كنا نحاول نخليه يعني مو كتاب وهذا نفس المدرسة، يعني يكون في اكتيفيتيز نشاطات بطريقة نفس ما قال، يعني مو بس مو مجرد نظري. إيه؟ لا يعني أماني الحين هو هذا البرنامج عمره سنتين صحيح؟ صح. يعني شنو سر يعني أول عقب أول تجربة وخذتوها مع الطلبة قررتوا أن أنتوا تردون تعيدون برنامجكم مرة ثانية، السر في هذا؟ هو إقبال الطلبة والخبرة يعني الكبيرة اللي يستفيدونها من عقب البرنامج. بعضهم يعني حتى هالسنة في مشتركين من السنة اللي طافت يعني متطوعين من البداية لآخر شيء، يعني معطين من وقتهم من غير ولا مقابل، بس لأن هم كانوا وايد حابين الإكسبرينس. يعني استفادوا من الصوبين، استفاد إن هو حضر ورش العمل واستفاد إن هو تطوع وساعد غيره. طيب إذا نبي نروح حق مراحل ورش العمل أو مراحل البرنامج ككل، يعني كن بدأ باكر أول يوم مثلا الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، يعني في تصنيفات أسبوعية ولا شلون تصنفون المدة الزمنية توزيعا على المنهج؟ يعني في البداية افتكر أول ما يتم أول ما يبلش المشروع أول ما يبلش عفوا البرنامج، فتنقسم إلى خلينا نفترض عدة مراحل، اللي هي أول شيء التفكير بعدين التخطيط وبعدين التنفيذ نفسه. مرحلة التفكير مثل ما قلنا نبلش في نقسم الطلبة إلى عدة مواضيع مثل ما تفضلت الأخت أماني، منها حقوق الإنسان وغيرها. فيون لازم يفكرون شنو الفكرة اللي يسوونها لهذا الموضوع نفسه، بعدين يبدون يسوون يجهزون للمشروع، والله يشوفون والله نحتاج خلينا نفترض نكلم مورد يعطينا الأشياء الأساسيات للمنتج اللي نبي نسوي، يشوفون يسألون والله ربعهم هل بيكون في إقبال على المنتج اللي ناويين نبيعه، وبعدين يجون وينفذون المشروع. يمكن لهذا البرنامج ما نفذوا لكن قدموا في نهاية البرنامج أمام عدد من الحكام بما فيهم ممثل من كلية بابسن. يعني بنهاية سنتين وشفتوا يمكن عدد كبير من الطلبة اللي قدموا مشاريعهم، في مشروع مثلا شدكم لحد الحين في بالكم تقولون والله فعلا هالطلبة يعني خذوا بنصايحنا وتوجيهاتنا وآخر نهاية هذا البرنامج طلع لنا بمشروع رائع؟ هو كلهم ما شاء الله صراحة مشاريعهم وايد حلوة، ما تتخيلين إنه يعني شباب بهالعمر يطلعون مشاريع كذي. بس مثلا اللي فازوا بالمركز الاول كانوا يعني كان مشروعهم انهم يسوون جيم بالمدرسه نفسها، لان شافوا ان اغلب الجيمز ما يخدمون الفئه العمريه اللي هي مثلا من 12 ل 17، اغلبهم كنا 18 وفوق. فقالوا ليش ما نخليها في المدرسه ويكون وقت يعني حتى مثلا اللي اهله ما يقدرون يمرونه او كذا يقدر، ومن البدايه تبدي عندهم في بالهم فكره انه لازم نكون صحيين، فمنها نقلل يعني عدد السمنه في الكويت تزايد. اي حلو بعد يعني تاخروا عليها هلا ساعه مثلا صح يكون مستانس بالجيم، وفي بعضهم اهلهم يوصلونهم من بكر يعني قبل مثلا الطابور الصبح يكون موجود ويمكن حساب كل شيء. بس لا يصير عذر التاخير على الدوام انه هو كان بالجيم. زين بالنسبه حق يعني وجود جامعه نفس بابسن مثلا معاكم كشراكه، شنو ممكن تكون الاستفاده من وجودها؟ أعتقد كون جامعة بابسن هي الأولى في ريادة الأعمال أو تعليم ريادة الأعمال شيء مهم، لأن هم عندهم المنهج وطوروا المنهج عبر سنوات عديدة، وطريقة دراسة منهج ريادة الأعمال يتعلق في مثل ما تفضلت الأخت أمان وقالت أنه مو بس
يدرسون والله شنو المحاسبة أو شيء كذي، لكن يحاولون يطورون المنهج حتى يتضمن أمثال حية للمحاسبة. يعني تجارب، ناس جربوا. ناس جربوا يجمعون الطلبة ويعطونهم مثل ما تقول شيء يسوونه في مجموعة، وكونهم هم المختصين أعتقد شيء أفضل لشراكتهم مع لوياك حتى ينجح البرنامج، وحتى مثل ما تقول تقدر تقيس النتائج بطريقة أفضل. يعني هذا البرنامج بس موجود في فترة الإجازة الصيفية، أو مثلا عندكم مشاريع أخرى أو برامج ممكن أنتوا تقومون فيها خلال فترة السنة، أو خلينا نقول خلال فترة الدراسة؟ هو كلوياك شغالين على مشاريع خلال فترة يعني طول السنة مشاريعهم. طيب ليش ما يصير نفسه البرنامج بخمسة أسابيع مضغوط حق فترة إجازة بين الفصلين؟ صح، عم فكرة ممكن. شو فيني؟ أنت أعطيتهم الحين 30% فكرة نقدمها. 30% أستاذ عبد الرزاق رزوقي وأيضا أماني المرجان، كل الشكر لكم، والله يوفقكم في برنامج كن من صيف لصيف، وده بعد بسوي بأسبوعين. عاد كلموا سلمان تتابعهم، خاف ياخذون منك الفكرة. ببدأ أروح أصفط هناك على طول. كل الشكر لكم على وجودكم معنا وتعريفنا ببرنامجكم. شكرا.